إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. هنادي مساء الخير ومساء الخير مشاهدينا في عناوين النشرة. عم نحاول المواءمة بين الموارد المتاحة واللي ممكن تتحقق واللي هي بعدها افتراضية مقابل نفقات فعلية. جلسة في ساحة النجم لبحث ملف السلسلة غدا بالتزامن مع دعوة هيئة التنسيق إلى يوم غضب. تهمتان بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. بدء محاكمة الأخبار والجديد أمام المحكمة الدولية وحملة ضد الصحفية حنين غدار بسبب محاضرة لها. والفيصل يبدي استعداد المملكة للتفاوض مع إيران ويدعوها إلى أن تكون عامل استقرار لا توتر. طابت أوقاتكم. بعد غد الخميس يدخل الاستحقاق الرئاسي في مهلة العشرة أيام الأخيرة، وبموعد مع جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد لن تختلف عما سبقها من جلسة لناحية عدم اكتمال النصاب، الأمر الذي يضع هذا الاستحقاق في مهب الفراغ. وبانتظار ما ستحمله الاتصالات والمشاورات، غرد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان قائلا إنه بالنسبة له فإن يوم الأحد 25 من أيار هو يوم آخر لم أشهد مثيلا له منذ 47 عاما، وأنتظر مجيئه بفرح، ولا علاقة لي بمشاريع تمديد الولاية. وعشية الجلسة تستعد هيئة التنسيق النقابية إلى ما سمته يوم الغضب الكبير غدا، بعد أن نفذت سلسلة اعتصامات وتحركات، وبعد أكثر من أسبوع على إقفال المدارس الرسمية وامتناع الموظفين في الدوائر الرسمية عن القيام بمهامهم، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب. لكن البارزة هذا النهار تجديد وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل ردا على سؤال دعوة نظيره الإيراني لزيارة الرياض قائلا هناك رغبة في إعادة التواصل، وقد تم إرسال دعوة لوزير خارجية إيران لزيارة المملكة، ولكن هذه الزيارة لم تتحقق ولم يأتي، وآمل أن تسهم إيران في استقرار المنطقة وأن لا تكون جزءا من مشكلة التدخل في المنطقة. إذن في تطور لافت، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل استعداد المملكة للتفاوض مع طهران، وقال إنه وجه دعوة إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة المملكة، داعيا إيران إلى أن تكون ضمن الجهود المبذولة لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة، لا أن تكون جزءا من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة. خلال افتتاحه أعمال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، موقف بارز لوزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل جدد فيه دعوته إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة المملكة العربية السعودية، مبديا استعداد الرياض للتفاوض وإنهاء الخلافات مع طهران. الفيصل الذي أمل أن تسهم طهران في إرساء استقرار المنطقة لا أن تكون جزءا من مشكلة التدخل فيها، أشار إلى أن بلاده لديها رغبة في إعادة التواصل مع إيران التي تعتبر جارة وتربطهما علاقات مشتركة، قائلا إنه تم إرسال دعوة في وقت سابق لوزير خارجية إيران لزيارة المملكة، ولكن هذه الزيارة لم تتحقق ولم يزر. كما لم يخفي الفيصل تدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وأصبحت الأزمات عندما تظهر إلى الوجود مجالا للتسابق على التدخل في الشؤون الداخلية، وما يؤدي إليه من تفكك في المجتمعات، وهو من أهم أسباب ظاهرة الإرهاب، مما يتطلب تعاون الجميع للتصدي له والكف في ذات الوقت عن التدخل في شؤون الدول الداخلية. كذلك لفت الفيصل إلى أن السياسة الدولية تحولت عن التوازن الذي كان يحكم علاقات الدول في إطار منظمات دولية فاعلة ودول كبرى كانت على الأقل تعمل وفق مبادئ المنظومة الدولية، مشيرا إلى محاولات التصدي للأزمات الدولية عبر السعي لخلق مصالح مشتركة يرى فيها الجميع مصلحة له. عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أولى جلساتها المخصصة لاستجواب قناة الجديد والأخبار بجرم تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، فحضرت كرمة خياط وتغيب إبراهيم الأمين. الجديد تيفي. تلفزيون الجديد شركة مساهمة لبنانية، تلفزيون الجديد وكرمة خياط تهمتان
بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. مثلت قناة الجديد وكرم خياط أمام المحكمة الخاصة بلبنان في جلسة هي الأولى بعد استدعائهما في 24 من نيسان مع إبراهيم الأمين الذي رفض حضور الجلسة، وذلك للاستماع إليهما بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الادعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وبحضور خياط وممثل قناة الجديد مديرها العام ديمتري خضر، أوضح القاضي نيكولا لتري بادئ الأمر أن الموضوع لا يتعلق بانتقاد عمل المحكمة بل بالعرقلة المزعومة لسير العدالة. وطلب محامي الدفاع كريم خان من الادعاء أن يحدد ما إذا كانت التهمة موجهة إلى تلفزيون جديد الذي بث البرامج موضع التهم أو شركة تلفزيون جديد باعتبار أنهما كيانان مختلفان من الناحية القانونية. وطلب خان من المحكمة الإذن لإعطاء خياط بعض الوقت للتقدم بإفادتها قبل الرد على التهم. ولأن دولتي وبدل أن تسائلني تحت القضاء اللبناني وبدل أن تحاكمني إذا كنت على خطأ وأنا لست على خطأ، ولكن للأسف دولتي معتادة لأن تحكم من الخارج فتخلت عن سيادتها مرة جديدة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع. ورفعت الجلسة بعد إعطاء الادعاء حتى مساء الأربعاء لإضافة الوثائق إلى النظام الرقمي وحتى 30 من أيار للكشف عن كل الأدلة المؤيدة للقضية، في حين منح القاضي فريق الدفاع حتى 16 من حزيران للاطلاع على كل الوثائق. وفي الجلسة الثانية لم يحضر رئيس تحرير صحيفة الأخبار إبراهيم الأمين وشركة أخبار بيروت للمثول أمام المحكمة، وقال مكتب الدفاع أن الأمين طلب التأجيل لمدة زمنية منطقية حتى يوفر وضعية دفاعية منطقية. وبعدها تحدث القاضي لتيري واعتبر أن هدف المثول الأول لا يعني بدء المحاكمة بحسب الإجراءات، وحددت المحكمة الدولية 29 من أيار المقبل موعدا جديدا لمثول صحيفة الأخبار ورئيس تحريرها أمامها في لايشندام أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وبالتزامن مع الجلسة في لاهاي عقد لقاء تضامني في نقابة الصحافة في بيروت حضره عدد من الإعلاميين والنائب حسن فضل الله. تضع اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب نتيجة عملها في عهدة الهيئة العامة لمجلس النواب غدا، وهي تأمل أن تقر السلسلة بما يحفظ الحقوق وإمكانات الدولة. والتقرير لربيع شنطف. الحقوق والإمكانيات والإصلاحات، وفق هذا المثلث تعمل اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تمثل إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل كل الأطراف السياسية. عم نحاول المواءمة بين الموارد المتاحة واللي ممكن تتحقق واللي هي بعدها افتراضية مقابل نفقات فعلية بدها تبلغ 1800 مليار. بهذا الجو حاولنا أنه نحسن الرواتب قدر الإمكان، حاولنا انه نعمل نوع من العدالة والتوازن بين الفئات، حسنا الدرجات، حسنا بعض الاشياء التانية، ما مسينا بالعطاءات اللي بتنعطى عادة لهم من مساعدات مدرسية والدرجات والى اخره، لكن في بعض الاصلاحات بطال الدوام لانه ما في بلد بالعالم يشتغل 32 ساعة الا لبنان. عملنا بعض الاصلاحات على صعيد الجمارك والضرائب والى اخره، وفي اقتراحات طبعا تعود للهيئة العامة انه تبت فيها. هيئة التنسيق النقابية تدعو دائما الى تمويل السلسلة عبر وقف الهدر والفساد، فهل يمكن ذلك؟ هيئة التنسيق يجب ان تنظر الى الامر بواقعية وبامكانيات الدولة المتاحة وبالنسب الزيادات اللي اعطيت واللي هي نسب جيدة ممكن تعتبر. ما هو الهدر والفساد معروف، ولكن السؤال هل لدينا القدرة على وقف هذا الفساد؟ خلينا نتشارك نحن وياهم بوقف هذا الفساد. وأماكن الفساد أصبحت معروفة، إن كان في الكهرباء ولا في الاتصالات في المرحلة السابقة ولا في الجمارك، خلينا نحن وياهم نتعاون. التخوف من تحول لبنان إلى يونان ثانية هو ما يدفع المعنيين إلى مزيد من التأني كي لا تغرق البلاد بحسب ما يؤكدون. من جهتها جددت هيئة التنسيق النقابية دعوتها إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي ستقيمها غدا تحت شعار يوم الغضب. الهيئة وصلت تحركاتها في بيروت والمناطق.
في إطار الاعتصامات المتنقلة التي تنفذها هيئة التنسيق النقابية عشية ما تسميه بيوم الغضب، تجمع أعضاء الهيئة بمشاركة حشد من المعلمين والموظفين أمام وزارتي الإعلام والسياحة في الحمرة، مطالبين بإقرار حقوقهم بشكل كامل. إذا عم تعملوا انقلاب والله والله انتفاضة شعبية كبيرة إلى أول ما إلى آخر باسم كل القطاع العام، موظفين ومعلمين وأساتذة وأجراء وميومي. لبنان كون شي ولبناننا شي تاني. بكرة حنفرجيكم لبنان مثل ما نحن منحلم فيه. الموظفون الإداريون لن يقبلوا بعد اليوم أن يكونوا مكسر عصا، هم رأس الحربة في إصلاح الدولة. واحتجاجا على التعديلات التي أوردتها اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اعتصم موظفو المالية أمام مبنى التفئة في منطقة العدلي وقطعوا الطريق لبعض الوقت، وأمام مبنى المحافظة في البقاع اعتصم معلمو التعليم الثانوي مطالبين بإقرار السلسلة من خلال وقف الفساد والهدر، كما نفذت اعتصامات أمام سرايات المحافظات في المناطق. بعد تدخل وزير الصحة وائل أبو فعور، تم إدخال طفلة تالا جمعة إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج من مرض السرطان بعدما رفض المستشفى استقبالها في وقت سابق. بتوجيهات من وزير الصحة وائل أبو فعور، تم إدخال الطفلة تالا جمعة البالغة من العمر 5 سنوات والمصابة بسرطان الدم إلى مستشفى النيني في طرابلس لاستكمال علاجها من المرض على نفقة وزارة الصحة بعدما رفضت المستشفى في وقت سابق استقبالها. هذا الأمر كان دفع بذوي الطفلة إلى التجمع أمام المستشفى احتجاجا على عدم إدخال طفلتهم لتلقي العلاج، وناشد الوزير أبو فعور التدخل فورا حفاظا على حياتها. هن قالوا لي ادفع ودخلها عشان نعطيها العلاج، عرفت كيف؟ وبعد هالشيء لان احيانا العلاج بيعمل رده فعل، الولد يمكن بيصير لان بتنزل مناعته، يمكن بيصير بينزف، يمكن بيحس جسمه بده مراقبه يعني بدها تدخل يوم، وهن قال تدخل على حسابهم هلا، ومره ثانيه ما في هلا ما في الا على حسابه، مره ثانيه ما في وزاره صحه، ما بنغطي لها موضوع على تالا جمعه عن طريق وزاره الصحه، الاسباب ما بعرف، بس انا بنتي افترض كان عندها قاشه البلاكيت عندها وعم تنزف، المرض هيدا الان بالدم عم تنزف وانا بنتي عم تنزف، شو صار بحالتي انا وبنتي على باب المستشفى يعني يا سعاده الوزير؟ اداره المستشفى اتصلت بوالد الطفله وابلغته انه سيتم ادخالها الى المستشفى على نفقه وزاره الصحه، وان هناك سوء تفاهم وقع في مكان ما. في شي مره من بعد ما اخذت علاجها توجه حدا من الاهل وراجعكم بموضوع دخولها ونحن قلنا له لا؟ ولا مره. اليوم اجوا لعندكم بالعيادات، اجوا على مكتب الدخول، حدا قال لهم لا؟ وجاهزه تفوت تاخذ علاجها. وكان ابو فعور قد حذر المستشفيات من احالتها الى النيابه العامه في حال رفضت استقبال مرضى السرطان، لا سيما بعد قراره بخفض اسعار الادويه. اتضحت تفاصيل جريمه مقتل المجند نايف ابو عيد وزوجته السوريه في مخيم للنازحين السوريين حرقا على طريق ترب الرياق أمس، بعد أن تمكنت مفرزة زحل القضائية من معرفة هوية المشتبه فيهم وتحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم خلال أقل من 24 ساعة، وهم حسين أبو عيد، إبراهيم المرهد، ووائل المرهد. وبحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن الموقوفين اعترفوا بارتكابهم الجريمة وبأنهم أقدموا على حرق الخيمة بواسطة مادة البنزين أثناء نوم الضحيتين، وذلك لأسباب عائلية بعد إقدام ابنة المغدورين على الزواج عن طريق الخطيفة منذ 3 أيام، فحملهما المسؤولية مؤكدين أن العشيرة لا ترضى بهكذا أفعال. تعرضت الزميلة حنين غدار مديرة موقع ناو الإلكتروني بنسخته الإنجليزية لحملة تخوين عنيفة يقف خلفها حزب الله وإعلامه، بعدما شاركت في مؤتمر نظمه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأسبوع الماضي، وتناولت خلاله ملف حزب الله في لبنان وحربه في سوريا وسلاحه وعلاقته مع إيران. غدار أوضحت ملابسات ما يحدث في اتصال مع المستقبل. اللي عملته انا هو مثل ما كثير ناس بيعملوه، انه حكيت رايي ما صار شيء، يعني تاكدت انا انه قبل ما اجي كان عندي شرط انه انا ما يكون عندي على القناه الموجود اي حدا اسرائيلي او يكون عندي اي لقاء مع اي حدا اسرائيلي. ما عملت
احترمت كل القوانين. بعتقد هذه ما مساله حريه راي. كثير غريب انه يعني جايت الاخبار انه هلا بهالمرحله انه هي عم تخوض مفروض معركه حريات يعني بوجه المحكمه الدوليه عم بحاربوني بموضوع انه عليها حريه الراي مش اكثر. طبعا انا مستغربه هذا الشيء وهذا بعتقد تحريض يعني وحتى في شيء شخصي يعني. اي حدا بيقول وصارت قبل مع كيرنر ميري يعني تحسس رقاب كل اللي بيفكروا بطريقه مختلفه يعني مجرد ما انت تقول شيء ما بيناسب سياستهم ما حريه الراي بس بتضبط لهم يعني بس احنا بنصير خونه وبنصير عملاء وبنصير لانه احنا ما بحق لنا نحكي يعني قصه انه جابوا العائله يعني على الموضوع وطلع بيان بس العائله اللي هي يعني ما بعرف انه مين اللي كتبوا هذا البيان طبعا كمان هيدي سايكولوجيكال وور يعني على حرب نفسيه على عائلتي وضغط على عائلتي وضغط على هيدا وما حدا حكي معي من عائلتي بطريقه غلط يحموني لانه هيدي في جزء من الاعلام اللبناني عم بحرض علي انا بطلب حمايتي. وتتابعونا بعد الفاصل. استقالة الأخضر الإبراهيمي من مهمته كموفد دولي في سوريا. وتشاك هيجل في السعودية لبحث المخاوف بشأن إيران وسوريا. أهلا بكم من جديد. المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. جلسة في ساحة النجمة لبحث ملف السلسلة غدا بالتزامن مع دعوة هيئة التنسيق إلى يوم غضب. بدء محاكمة الأخبار والجديد أمام المحكمة الدولية. وحملة تخوين عنيفة يقف خلفها حزب الله وإعلامه بحق الزميلة حنين غدار بعد مشاركتها في محاضرة في واشنطن. في التطورات السورية ولليوم 42 على التوالي، أحياء المليحة عرضة لقصف عنيف من طائرات ومدفعية النظام وسط اشتباكات عنيفة على أطراف عدة من البلدة بين الثوار وعناصر الأسد. في المقابل يواصل الجيش الحر التقدم في درعا وحماة، وقد تمكن اليوم من تفجير مقرات رئيسة للنظام في هاتين المحافظتين. في خطوة للالتفاف على بلدات مهمة بريف دمشق، يسعى الثوار إلى التعويض عن المناطق التي سقطت بيد النظام السوري بالسيطرة على قمم مهمة في درعا. وفي هذا السياق تمكن الجيش الحر من تفجير أحد حواجز النظام بدرع المحطة تزامنا مع قصف عنيف المدفعية الثقيلة على أحياء المدينة وبالبراميل المتفجرة على بلدات إنخل. أما في ريف دمشق ما زالت قوات النظام تقوم بحملة عسكرية وصفت بالعنيفة، حيث تعرضت بلدة المليحة لقصف عنيف بالطائرات المستمر منذ 42 يوما، فيما تواصل القصف بالطائرات والمدفعية الثقيلة على حي جوبر تزامنا مع اشتباكات على أطراف الحي بين الجيش الحر وقوات النظام. إلى ذلك قتل وجرح عدد كبير من قوات النظام إثر تفجير مبنى لكتائب الأسد بألغام زرعها الثوار قبل انسحابهم من قرية الجلمة بريف حماة. وفيما أصبح أهالي حلب على موعد يومي مع مسلسل البراميل المتفجرة، تستمر المعارك على أشدها في دير الزور بين داعش والثوار. وعلى صعيد ملف الكيماوي السوري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن لديها دليل دامغ بأن كتائب الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في المواقع التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة الشهر الماضي. في تحركات، ينهي رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة زيارته لواشنطن بلقاءات في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس بعد اجتماعات ماراثونية على مدى 10 أيام شملت وزارتي الخارجية والدفاع وقيادات الكونغرس. وأشارت المعلومات إلى أن الجربة سيطالب خلال هذه اللقاءات بضرورة حصول الجيش الحر على سلاح نوعي يسمح له بالتصدي لطائرات النظام. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استقالة الموفد الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، شاكرا إياه على الجهود التي قدمها للشعب السوري، وقال بان إنه لا بد من محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا ومن ضمنها جرائم التجويع، لافتا إلى أن النظام السوري لم يستفد من الوساطة الدولية لحل الأزمة.
الإبراهيمي من جهته اعتبر أن استقالته ليست مناسبة سعيدة لأنه يترك المهمة وسوريا في وضع سيء. أضاف أنه سعى مرارا للقيام بكل ما هو ممكن للعمل مع مجلس الأمن والدول المجاورة لسوريا والأطراف المتحاربة لحل الأزمة، لافتا إلى أنه سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم حول الوضع السوري. وصل وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل اليوم إلى جدة، المحطة الأولى في جولته الشرق أوسطية التي تشمل الأردن وإسرائيل، وسيجري خلالها محادثات تطغى عليها المخاوف بشأن إيران والحرب في سوريا. ومن المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين السعوديين في وقت لاحق قبل أن يشارك في اجتماع مع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في جدة. سلسلة تفجيرات بالسيارات المفخخة ضربت أحياء متفرقة من العاصمة العراقية بغداد أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة أكثر من 60 جريحا. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الهجمات استهدفت منطقة البلديات شرق بغداد ومجمع المشن في ساحة عقبة بن نافع في الكرادة وشارع الفلاح بمدينة الصدر وحي الجميلة. وصل السفير الأردني في طرابلس فواز العيطان الذي أطلق سراحه ليلة أمس إلى الأردن، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين أبرزهم نائب العهد الأردني. العيطان أكد أنه لم يتعرض إلى مضايقات أو اعتداءات خلال فترة اختطافه في ليبيا، وقال لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري الأردني إنه على استعداد للعمل في ليبيا مرة أخرى. النشرة بعد الفاصل. سليمان يعطي توجيهاته لتفعيل أداء الأجهزة بعد انتهاء ولايته. وهدوء حذر في مخيم عين الحلوي. أهلا بكم من جديد. طغى الاستحقاق الرئاسي على لقاءات رئيس الجمهورية الذي أعطى توجيهات للأجهزة الأمنية والرقابية لتفعيل الأداء بعد 25 من أيار تاريخ انتهاء ولايته. التطورات السياسية والرئاسية الراهنة عشية الدعوة إلى الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية عرضها الرئيس ميشيل سليمان مع الرئيس أمين الجميل، الذي قال إن الزيارة جاءت بمثابة مسعى للتحضير لربع الساعة الأخير مع الرئيس سليمان والبطريرك ماربشارا بطرس الراعي لإتمام الاستحقاق في موعده، مؤكدا أن لا خيار سوى الانتخاب. وأكد الرئيس الجميل أن كل شغور يؤدي إلى ضرب المعادلة الميثاقية التي قامت عليها كل المؤسسات والتي من شأن اختلالها أن يطيح الشراكة الوطنية والتوازن الدقيق بين السلطات ومكونات الوطن، ومن هنا الخوف من الفراغ الناتج عن الشغور ما ينعكس سلبا على انتظام الحياة الديمقراطية ويعرض لبنان إلى خضات سياسية واقتصادية واجتماعية ويهدد الاستقرار الأمني. وفي الإطار نفسه زود رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الأمنية والرقابية التوجيهات اللازمة لتفعيل الأداء في المرحلة المقبلة وبشكل خاص اعتبارا من 25 أيار الحالي، والتشديد على مكافحة الفساد والمفسدين في الوزارات والإدارات وإحالتهم إلى القضاء المختص. رئيس الجمهورية بحث مع النائب زياد القادري الأوضاع النيابية الراهنة قبل الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، واطلع من وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي على عمل الوزارة في هذه الفترة. وفي حضور وزير العدل أشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، أقسم عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوني عيسى الخوري أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية. الاستحقاق الرئاسي بحثه وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي التقى السفيران الأمريكي والمصري، كذلك تابع شؤونا مطلبية. المستجدات على الساحة اللبنانية في ضوء الاستحقاق الرئاسي عرضها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع السفير الأمريكي ديفيد هيل. الوزير المشنوق التقى كذلك السفير المصري في لبنان أشرف حمدي وبحث معه مجمل التطورات في ضوء الاستحقاقات الرئاسية في كلا البلدين. وعلى الصعيد المطلبي استقبل المشنوق وفدا من سائقي الفانات العمومية بين طريق المطار والدورة الذين شكوا من منافسة العمالة الأجنبية وأرقام اللوحات المزورة التي تأخذ من طريق معيشتهم. نتشكر معالي وزير الداخلية على استقباله لنا وعلى الاتصالات اللي اجراها والتشدد اللي اخذه مع وزير العمل ومع مدير عام قوى امن الداخلي. وكيف ووعدنا خير.
ومن زوار وزارة الداخلية رئيس جمعية اتحاد مصارف لبنان فرانسوا باسيل، وتطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية في لبنان وانعكاس تنفيذ الخطة الأمنية إيجابا على الاقتصاد. أكد تكتل التغيير والإصلاح أن الفرصة التي أعطيت لإعادة درس سلسلة الرتب والرواتب كانت من أجل الوصول إلى أكبر قدر من التوافق. التكتل تطرق خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب ميشيل عون إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي، كما شدد على ضرورة حسم الخيارات قبل 25 من أيار، لافتا إلى أن التمديد يقتل الديمقراطية. صار حالنا نعرف أنه مسألة النصاب أساسية، ولكن أيضا المهم أن نحترم الصيغة الميثاقية. رئاسة الجمهورية مثل ما قلنا مرارا منا جزيرة معزولة عن بقية النظام، يعني عن رئاسة الحكومة وعن رئاسة المجلس النيابي، واللي بيسري هونيك على الرئاسات بيسري لازم على رئاسة الجمهورية. احترام الصيغة الميثاقية للمرة الأولى منذ الطائف هو أمر أساسي، وهذا التفاهم يلي عم ينشغل عليه. أكد عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 من أيار. مجدلاني وبعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي شدد على ضرورة أن يلتزم النواب بواجباتهم الوطنية والأخلاقية. يشهد مخيم عين الحلوي هدوءا حذرا بعد الإشكال الذي حصل أمس وسط دعوات الأهالي لتفعيل دور القوة الأمنية ومهامها. هدوء حذر يشهده مخيم عين الحلوي غداة الإشكال الأمني بين مجموعة بلال بدر ومجموعة طلال الأردني التابعة لحركة فتح، والذي أوقع 6 جرحى. قوة الفصل الأمنية التي شكلت من قبل عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة عاودت انتشارها في المنطقة الفاصلة بين معقلي الطرفين، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه ليلا بوقف إطلاق النار وسحب المسلحين ونشر القوة الأمنية. مدارس الأونروا علقت الدروس، فيما سجل إقفال جزئي لبعض المؤسسات التجارية، وعملت فرق الصيانة التابعة للجان الأحياء على مسح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية. هذه هي القوة الآن، هي خط فصل ما بين الأطراف المتصارعة لحين إنزال القوة الأمنية بأسرع وقت ممكن. قد يعقد اجتماع في بيروت اليوم للقيادة السياسية حتى يوضع اللمسات الأخيرة على هذه القوة، ونحن متمسكين جميعا في مخيم نحن بهذه القوة دعم شعبي كامل. نطلب من القوة من جميع القوى العمل على تفعيل قوة أمنية فاعلة وضاربة لتضرب كل واحد بخل بأمن هذا المخيم. ومتابعة للوضع في عين الحلوة وفي منطقة نزلة صيدون، عقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اجتماعا طارئا برئاسة محافظ لبنان الجنوبي بالحلول نقول أبو ظاهر. وقد دعا المجلس الأفريقاء في المخيم لتجنيبه وصيد أي توترات من شأنها أن تضر بالوضع الداخلي، وقرر تكثيف التدابير الأمنية المتخذة في صيد وأحيائها والتشدد في منع المظاهر المسلحة والعمل على توقيف كل مخل بالأمن. وكانت قوة مشتركة من فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي قد نفذت ليلا مداهمات لعدد من الأحياء في صيدا القديمة بحثا عن الشبان الذين أطلقوا النار على قوة من الدرك في نزلة صيدون، وتمكنت من توقيف كل من محمد صالح ومحمد نصار ومحمد الأهواتي وصالح أبو عريشة، بالإضافة إلى أحمد زكور الذي كان أصيب في ساقه في الإشكال. وتم إيداع الموقوفين مخفر صيدا القديمة، وخلال عملية المداهمة تمكنت القوى الأمنية من توقيف رضا حسني يحيى المطلوب بموجب 6 مذكرات توقيف وبحث وتحر في قضايا مخدرات. في مجلس النواب ناقشت اللجان المشتركة مشروع قانون تحديد شروط استعادة الجنسية واقتراح القانون المقدم من النائب نعم طلّة أبي نصر على مدى 2.5 ساعة قبل أن يفقد النصاب، وترفع الجلسة بانتظار تحديد موعد لجلسة أخرى يحدده الرئيس نبيه بري. وقد اقتصر النقاش في الجلسة على المادة الأولى المتعلقة بالأطر القانونية والشروط لاستعادة الجنسية. وهي استعادة الجنسية لنا هدية ولا منها حق من حقوقهم. بتأسف أقول بعد ما في قرار سياسي تيمشي هالموضوع هذا. تنعطي الناس حقهم. أكيد في كتير ناس بتتمنى تاخد جنسية لبنانية، بس هلأ هيدا بيصير عادة بالاستناد لقانون. هلأ القوانين اللي هي موجودة حاليا كانت دائما تعطي صورة مؤقتة، يعني مثلا في مين معروف مين اللي عنده حق بالجنسية اللبنانية، عطوا مهل بالقوانين السابقة
اخر واحد منهم الانو سنة 49 انه بخلال سنتين واللي بده يقدم مفروض انه يكون مقيم على الارض اللبنانية لمدة 5 سنوات، ولذلك يمكن كانت الطلبات محدودة والطلبات اللي اجت ما كانت مستكملة هالحقيقة. ونصل الان الى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من قطر مع إزدان هولدينج، الشركة العقارية المتخصصة بالعقارات السكنية والتجارية والفنادق والمقاولات. قيمة إزدان هولدينج السوقية هي أكثر من 70 مليار ريال قطري، ومن آخر أعمالها استحواذ أكثر من 20% بمجموعة المستثمرين القطريين، ثاني عملية شراء بظرف شهر واحد. ونقلا عن مجلس إدارة إزدان، هالخطوة هامة نحو تنوع استثمارات الشركة مع عدم الكشف عن تفاصيل حجم الصفقة وتمويل العملية. بحب أذكر إنه بالفترة الأخيرة قامت إزدان هولدينج بعمليات استثمارية قوية وناجحة خصوصا بقطاع الصناعة، الأمر اللي بيظهر من خلال أرباح الربع الأول من سنة 2014 يلي بلغت 460.67 مليون ريال قطري أو ما يعادل 126.53 مليون دولار، أعلى بنسبة 82% من أرباح الفترة نفسها من السنة الماضية. ومننتقل لبلاك بيري يلي أطلق هاتف جديد بسعر منخفض حصريا لإندونيسيا، إحدى الأسواق القليلة الرئيسية بالعالم لشركة بلاك بيري. الجهاز الجديد الحصري لجاكرتا رح يبدأ طرحه ابتداء من 15 أيار نهار الخميس وبسعر 191 دولار، سعر منخفض مقارنة لباقي أجهزة بلاك بيري. بحب شير إلى أنه هيدا أول هاتف بيتم إطلاقه بعهد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستخدمين بإندونيسيا. وبنهي مع تاني أكبر شركة لصناعة السيارات باليابان نيسان اللي ارتفع سهمها إلى أعلى مستوى من 11 شهر لهلا بعد الإعلان عن أرباحها اللي أتت أفضل من توقعات الشركة نفسها والمحللين. على هالأثر ارتفع سهم نيسان بنسبة 5.1% مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 14% ليوصل 389 مليار ين أو ما يعادل 3.8 مليار دولار. ونقلا عن الرئيس التنفيذي اللبناني كارلوس غصن فبيشوف أنه مقارنة لمنافسي نيسان مثل هوندا وتويوتا يلي أصدروا أرباح أقل من المتوقع، نيسان رح بتكون على أمام سنة قوية جدا. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. والآن صفحة الأحوال الجوية. Let me tell you something, girl, I've been trying to say now. You look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth now. And I want you to be my spy. فرشت البيت كله حياتي. So that we can live Days. Happily now. Lays your home. بونسوار. صوركم اللي عم توصلنا على انستغرام فيوتشر تي في ابلكيشن عم ننقي منهم صوره واحده. هلا بنروح على فقره صوره وشمسيه لنشوف الصوره اللي وصلت لنا، ومن صوره فرح بنصر الدين رح نروح على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها. منبلش جولتنا بتونس 22، الرباط 33، الجزائر 22، منكفي على بغداد 32، دمشق والقدس 26، عمان 24. الختام بيكون مع الكويت 37، أما الرياض عم بتسجل 35 درجة. نرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 13 و 28، بالجبل بتسجل 20 درجة، أما بالداخل عم توصل لل 27. كيف عم بيكون الطقس ببعض المناطق اللبنانية؟ خلينا نشوف سوا. عكار 25، طرابلس 26، القرز 17، الكورة 24، الهرمل 24، القاع 21، بعلبك 22، الرياق 20. منكفي على جبال 24، فريا 23، جونية وبعبدة 28، بيروت كمان عم توصل حرارة فيها ل 28 درجة. زحلة 25، شطورة 24، عنجر 23، مشغرة 24، جزين 22، رشيا 23، مرجعيون كمان 23، بنت جبال 24، والختام بيكون مع صيدا 25، أما صور وكانا 26 درجة.
بكرة الأربعاء طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع حرارة مرتفعة وبتوصل أقصاها ل 28 درجة. بالنسبة للخميس والجمعة طقسنا مشمس وبتوصل حرارة أقصاها ل 26. حرارة على العلو 1850 متر عم بتسجل أقصاها 17 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي دي ان اي بعد هذه النشره يتناول نديم قتيش الاطلاله الاعلاميه لمرشح الرئاسه السوريه حسان النوري. اما الان فالى العناوين مجددا. عم نحاول الموائمه بين الموارد المتاحه واللي ممكن تتحقق واللي هي بعدها افتراضيه مقابل نفقات فعليه. جلسة في ساحة النجمة لبحث ملف السلسلة غدا بالتزامن مع دعوة هيئة التنسيق إلى يوم غضب. تهمتان بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. بدء محاكمة الأخبار والجديد أمام المحكمة الدولية وحملة ضد الصحفية حنين غدار بسبب محاضرة لها. الفيصل يبدي استعداد المملكة للتفاوض مع إيران ويدعوها إلى أن تكون عامل استقرار لا توتر. إلى هنا تنتهي هذه النشرة من هنادي ومني ومن فريق النشرة، أطيب الأمنيات وإلى اللقاء. إلى اللقاء.